أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. طبعا في الفترة الأخيرة دايما بنشوف على السوشيال ميديا وبنشوف على بعض الحالات اللي بنشوفها في حياتنا عن الخيانة الزوجية، وبنشوف علاقات كتير زي كده. فالنهاردة هنتكلم عن العلاقات المشبوهة والعلاقات الغير شرعية، طبعا مع سيادة المستشار الأستاذ حسام المصري اللي طبعا اتعودنا أنه يكون معانا في بعض الحلقات. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. طبعا تأخرتنا ماشي. فندخل في الموضوع بقى على طول. عايزك تعرف لي العلاقات الغير شرعيه والمشبوهه بطريقه قانونيه. ظهرت في الاونه الاخيره ان في بعض الجرائم او الوقائع على السوشيال ميديا احنا كنا بنشوفها، حتى كانت طلعت ترندات ان كان بيحصل فيه خيانه زوجيه. المشكله مش في دي، ده الخيانه الزوجيه دي سوء سلوك او سوء تربيه او ابتعاد عن الدين. لكن الموقف اللي بيحصل ان ساعات ان الزوج بيشوف الزوجه متلبسه في وضع مخل بالشرف، فبيحصل ان الزوج بيقوم قايم بالدفاع، يقوم قاتل الزوجه او قاتل الشخص اللي كان بيكون معاها. هو احنا لو ما بنقصد العلاقات المشبوهه هنا طبعا ده اللي بنقصده بالظبط. تمام. فقول لي بقى العقوبه هنا ايه دلوقتي؟ العقوبه بعيدا عن القتل، او يعني العقوبه يعني لو زوج مثلا هياخد بطريقه قانونيه او زوجه او العكس، العقوبه بتكون ايه في القانون؟ القانون هنا محدد الحاجات او موضحها. لازم يكون الزوجه في وضع تلبس. تمام. الزوج ساعتها بيقوم قايم من فعل ده عنصر من عناصر الاستفزاز، بيقوم قايم بالدفاع، يقوم قاتل الزوجه او قاتل الشخص اللي ايه الشخص اللي معاه. هنا ساعتها المحكمه هنا بتاخد بحل الرأفة، ما بتنزلش جنايات. يعني هي جريمه قتل ما بتنزلش جنايات، بتنزل محكمه الجنح، وفي الغالب بياخد شهر معاقف التنفيذ، يعني يعتبر واخد براءه. تمام. لكن في الحال بقى في الخلاف بقى ذلك، اذا كانت الزوج معه في علاقه مشبوهه، تمام، وجات الزوجه قامت بقتل الزوج، بتحول لمحكمه الجنايات، وهنا بتعتبر جريمه تعتد بيها جريمه ايه، جريمه القتل. هنا الناس بتتشبه بتقول اشمعنى الزوج ياخد البراءه والزوجه ما تاخدش البراءه. القانون هنا والمشرع يعني حاكم الحاجات دي. انا بالتفسير او بواقع العملي هنا الزوج الشرع محلله ان هو يتزوج اربعه. افرض دي اللي كانت معاه دي كانت زوجته، زوجه ثانيه هو كان مخبي عليها، وحصل جريمه القتل. الحل هنا ايه؟ لكن الزوجه ما بتتجوزش غير زوج واحد، لكن الزوج يتجوز ايه؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه. تمام. فعشان هنا في رأفه هنا. هو ده طبعا كلام يحترم، بس انا ما كنتش اقصد ده، انا بقصد العقوبه في حد ذاتها. يعني لو واحده مثلا زوجها عمل حاجه زي كده، او واحد ورفع مثلا دعوه على زوجته، يعني في دعوه ثانيه. انا بكلمك على الفعل، في بقى دعوه ثانيه بقى. دعوه العقوبه هي ايه بقى؟ يعني العقوبه يعني العقوبه اللي بتاخدها الزوجه او الزوج. العقوبه في حاله القتل الزوج للزوجه بياخد، بتنزل محكمه الجنح، وبقول لك في الغالب العمل يا اما براءه يا اما شهر معقف ايه التنفيذ. لكن الزوجه لو قتلت الزوج في حاله زي دي تحول لمحكمه الجنايات وتاخد بالايه؟ على حسب المحكمه. احنا مش بنتكلم دلوقتي عن القتل. انا اقول لحضرتك حاجه، تمام. اما اذا بقى كان في علاقه والزوج ما قالش او ما عملش بفعل القتل، يقوم بدعوه جنائيه، والزوج الوحيد هنا اللي ليه علاقه ان هو يحرك الدعوه ايه؟ الدعوه الجنائيه، وبيتحكم برضه فيها، بتخش محكمه الجنايات. تمام. دفاع عن الشرف. تمام. يعني هو بيرفع عليها دعوه. تمام. والدعوه ديت بتنزل جنايات، دعوه الزنا ديت بتنزل جنايات. بالظبط. طب لو العكس بقى؟ لو العكس، الزوجه لو ما يعني ترفع على الزوج في حاله الدعوه الزنا في حاجه واحده بس، اذا كانت العلاقه على فراش الزوجيه، ودي تنزل محكمه الجنح عقوبه 6 شهور. تمام. يعني بتفرق ما بين ان العلاقه ديت على فراش الزوجيه او لا؟ لو يعني مش على فراش الزوجيه ما فيش. طيب. لكن على الفراش الزوجيه 6 شهور. طيب اذا ده بالنسبه للمسلمين. طب بالنسبه الساده الاخواتنا الاقباط، مفيش في عقوبه برضو تاني، بس من هنا انت عارف ان في الجواز الاقباط مفيش طلاق غير لحاجه واحده بس، الى عله الزنا اذا كانت ثبتت العلاقه. احنا بنتكلم بشكل عام قانوني، مش هنفرق هنا. طيب احنا دلوقتي في سؤال برضو بيتردد، لو العلاقه دي بين اتنين مش متزوجين، يعني ولا هو متجوز ولا هي متجوزه، العقوبه هنا القانون هنا يعني العقوبه هنا إزاي؟ هنا في الغالب بيعاقب الست، ما بيعاقبش الراجل، والراجل بيبقى هنا شاهد. طب احنا دلوقتي بنقول لو هي يعني مش متجوزه ولا هو متجوز، شخص واحده فتاه او انس او امراه مش متزوجه عملت علاقه مع شخص برضو نفس القصه مش متزوج، وحصلت العلاقه، هنا اللي بيعاقب عليه الست نفسها. طب ليه الست؟ الست نفسها. والراجل مين اللي بيحرك الدعوه هنا؟ اللي بيحرك الدعوه النيابه، لان دي بتبقى قضيه اداب. تحول هنا قضيه بناء على تحريات، بناء على بلاغات، هنا في بيت مشبوه او هنا في علاقه مشبوهه او بناء على الكلام ده، هنا اللي بيعاقب عليها الست. الراجل هنا بياخد هنا شاهد. هنا القانون اتعدل وبقى ياخد شاهد هل في علاقه تمت؟ هل العلاقه دي باجر ولا بدون اجر؟ يعني علاقه باجر ولا بدون اجر؟ لان كل واحده لها عقوبتها.
العقوبه مثلا لو باجر ايه بدون اجر ايه، عايزين برضه توصل لمحكمه الجنايات برضه توصل لاربع سنين، قضيه ملف اداب ممكن كده قضيه اداب اربع سنين. اما الراجل بيتاخد شاهد ملك. طبعا دلوقتي السوشيال ميديا احنا بقينا نشوف عليه حاجات كتيره جدا، ممكن يحصل مثلا على السوشيال ميديا حالات زي كده بين واحد وواحده والحاجات دي، هل في عقوبه السوشيال ميديا بيعتبر ده القانون بيعتبر السوشيال ميديا ده زي مثلا الزنا او كده وبيعاقب عليه ولا لا؟ دي اسمها جرائم الكترونيه، جرائم الكترونيه دي بتنسقها قانون خالص تمام، حتى جرائم السرقات في البنوك وجرائم السرقات والسب والقصف دي جرائم السوشيال ميديا حاجه، وجرائم الحاجه الثانيه الجرائم الطبيعيه او الواقعيه دي حاجه ثانيه، اما الجرائم الالكترونيه دي بينظمها قانون ثاني خالص. تمام. طب احنا اتكلمنا عن القتل لو الزوج هو اللي قتل الزوجه، حضرتك في البدايه قلت لي انه بس بشروط، يعني مثلا في ساعه فعل ارتكاب الجريمه، يعني ما تدينيش مثلا مهله ان الزوج ينزل بعد منها بثلاث اربع ساعات او بعد منها بثلاث اربع ايام قاتل الزوجه، لا ده هنا في ساعه عنصر المفاجاه. تمام. طب دلوقتي لو مش الزوج، ابوها اخوها اي حد من عائلتها يحاكم بجريمه القتل، لان الزوج يعني الوحيد هو اللي هنا اللي بيتضرر باسم سمعته وشرفه والكلام ده، يعني لو اي حد من العائله بيحاكم بجريمه القتل. انا اقول لحضرتك حاجه ثانيه يا استاذ احمد، انت عارف لو حضرتك لو الزوج قفش الزوجه والشخص الثاني دوت في حاله تلبس وجي الزوج مثلا ساعه القتل وتحصل العكس، الزوج هي اللي قتلت الزوج، تحكم بالبراءة لأن هنا ساعتها دفاع الشرعي. طيب عايزك برضو تقول لي، طبعا الحاجات دي بينتج عنها قضايا كتير جدا وقضايا النسب والحاجات دي، عايزك تقول لي بيتم ازاي اثبات قضايا النسب؟ اثبات قضايا النسب ده بتحريك دعوة قضائية وبعد كده ايه الخطوات اللي المفروض الشخص بياخدها؟ يعني انت مثلا حصل امر ما او علاقة ما مشبوهة، فانت شكيت في الاولاد او شكيت في اي حاجة في المجال ده خالص، انت بتحرك دعوة قضائية بناء على اسباب معينة في علاقة في اي كان، بتعرض الاولاد دول يتعرضوا على الطب الشرعي، بتعمل لهم تحليل الدي ان ايه يثبت هل في نسب ولا مفيش نسب. اذا ثبت ان مفيش نسب او هما ما لهمش علاقه، بتتحول الدعوه لحاجه اسمها دعوه انقار نسب وخلاص الاولاد دي ما تبقاش اولاده. تمام. طب عايزك تقول لي من وجهه نظر حضرتك سياده المستشار، شايف ان في حلول معينه ممكن يعني يبقى ليها الحد، يعني نحد من الظاهره دي؟ الظاهره دي الحلول المعينه اللي هو اللي كلنا نقرب من يعني نقرب من الدين بتاعنا شويه. نرجع للحلقه اللي فاتت، الحلقه الاولانيه خالص، الاسباب دي اسباب الاختيارات والبعد عن الدين، ايه السبب اللي خلى فيه حاجه تحصل خيانه زوجيه او تحصل العلاقه دي؟ يبقى هنا في سبب لازم هنا اعالج السبب ده، هل هنا في خيانه زوجيه ولا فتاه بتشتغل شغل مشبوه؟ ما انا لازم افرق ما بين ده وافرق ما بين ده، اذا خيانه في خيانه زوجيه يبقى ابتعاد عن الدين وابتعاد عن ايه؟ ابتعاد عن ربنا. طيب هنا انا بشتغل هنا بمقابل اجر، يبقى برضه هنا كده برضه ابتعاد عن الدين. تمام. بس ايه السبب اللي خلاني اروح انا اعمل كده؟ طيب بس برضه في سؤال مثلا ممكن يتردد في اذهان الكتير، دلوقتي حضرتك قلت لو الاثنين مش متزوجين القانون بيعاقب الست. تمام. فبيعاقب الست لوحدها. بيعاقب الست والراجل شاهد إزاي؟ شاهد. مش شايف ان في هنا ظلم مثلا لا للست؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه، لان من هنا العنصر اللي جلب الطرف الثاني، مش الراجل اللي جلب الست، لا الست هي اللي عملت وربما يكون العكس او اعراض جلبت الراجل. بس ربما ممكن يكون العكس، يعني ممكن يكون الراجل مثلا هو اللي جلب الست. انا مش عايز اقول بس عشان احنا على المباشر وعلى البث المباشر، وما ينفعش طبعا عشان انا اي كلمه هتحاسب عليها، انت دلوقتي واحد نازل في الشارع مين اللي بيعرض عليك الموقف؟ انت اللي بتعرض ولا الطرف الثاني اللي بيعرض عليك؟ بص هو انا بتكلم في العلاقات المشبوهه مش الازواج. تمام. هو بص الفكره بتختلف برضو عشان نتكلم بحياديه ونكون منصفين، يعني ربما ده او ده، يعني وارد ده او ده طبعاً. بس في الغالب وفي الدين عندنا قال لك الزانيه والزاني. تمام. الزانيه والزاني، ما قالش الزاني والزانيه. تمام. يعني القانون. يعني حضرتك صدق الله العظيم، يعني حضرتك العظيم تقصد ان انك انت بتتكلم ان هي يعني هي اللي يعني اللي هي البدايه اللي عليها العامل، هي اللي عليها العامل. تمام. ده من وجهه نظر حضرتك. تمام. في القران مش وجهه نظر، انا في القران والزانيه والزاني. تمام. انا بتكلم مع حضرتك بشكل عام، يعني احنا بننظر دلوقتي بوجهه نظر القانون. تمام. تمام. فبقول لي من وجهه نظر حضرتك القانونيه انك انت شايف مثلا ان هي اللي عليها العامل. طبعا عشان احنا قلنا هنتكلم في كذا حاجه وداخلين متاخرين، فهنقفل الموضوع ده ونتكلم في موضوع تاني وهو موضوع العقود واصالات الامانه. طيب هنتكلم قبل ما نتكلم في العقود، انا عايز اتكلم على العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه الجديده. طبعا الناس كلها بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده بناء على الثقه اللي مطروحه من سياده الرئيس ايه؟
عبد الفتاح السيسي. تمام تمام. ففي بعض الشركات، مش كل الشركات، بعض الشركات اسمها الشركات بتبقى متطوره، يعني متطوره. الحكومه بتدي الارض للشركه عشان تبني عليها كومباوند او تبني عليها منطقه او تبني عليها بعض العمارات. تمام. الشركات دي بتتلاعب بالعقود. اغلبيه عقودها هتلاقيها عقود اذعان، يعني عقود تحكم. يعني ايه عقود اذعان؟ عقد اذعان يعني التحكم، هي اللي تتحكم في كل حاجه. مالكش للطرف الثاني الشخص المتعاقد ان هو يعدل يطلب. مفيش مجال مثلا للاقساط ولا في اي مهله خالص. يعني مثلا حصل في ظروف الفتره اللي فاتت دي كورونا، الناس كلها البنوك وقفت 6 شهور. الشركات دي كلها برضو تزمدت، بقت تعمل ايه؟ تتعاقد بدون ما تاخد قرار وزاري، تعاقدات بدون ما تاخد تصريح، بتاخد فلوس من الناس بناء على بعد كده تروح تقدم تصريح، تقدم ترخيص لما ورسومات مهندسه معينه. تمام. يجي التصريح او قرار وزاري يخالف ايه، او يجبرهم انهم يغيروا القرار، يغيروا الرسومات الهندسيه، يجي بناء عليه انا طرف متعاقد مع حضرتك، انا مشتري الشقه في كومباوند بمواصفات معينه، اختلف الكومباوند خالص، فبناء عليه انا عايز افسخ العقد، لان انا بناء على الاغراءات الاولين انا اشتريت، انت كده حبيت ايه، انت غيرتني، اجي افسخ العقد يقول لي اخصم ايه 10%. مين اللي غلطان هنا؟ طب في سؤال، اتفضل. الشركات ديت يعني حضرتك بتقول ان بعض الشركات، بعض احنا تمام احنا بنتكلم على الشركات اللي هي المقصوده. الشركات ديت حضرتك بتقول مثلا يعني مش واخده تصريح ولا واخده اي حاجه، وفي نفس الوقت اللي بتاخد الفلوس من الناس وخلاص بعقد اذعان. طب السؤال هنا، طب يعني اكيد ان الشخص اللي هو رايح يتعاقد الشركه مثلا بتقول له الكلام ده، او بيعرف مثلا العقد اللي هو ماضي عليه. اغلبيه ان الوقائع اللي حصلت الناس بتشتري في العاصمه الاداريه بناء على الثقه، على الثقه اللي احنا بنشوفها. جت بقى بعض الشركات استغلت الثقه دي. هم حوالي 3-4 شركات استغلوا الثقه دي، بقى ياخدوا من الفلوس من الناس، وتعالى والكومباوند وانا فرغ على الرسومات، وتعالى وقدم وديك ايصال استلام بالمبلغ، بعد كده بتفوجئ بحاجات ثانيه خالص مختلفه. تمام. هو ده برضو موضوعنا. تمام. هو موضوعنا ده موضوع العقود. طب دلوقتي لو حد رايح يمضي على عقد او رايح يشتري اي عقار من اي مكان بقى، مش شرط العاصمه الاداريه الجديده، يعني اي مكان، إيه انت تنصحه بايه كرجل قانون؟ انا انصحه لازم تشوف الترخيص، تشوف التصريح، وتشوف الرسم الهندسي، وكل ده يكون مذكور في العقد وبنود العقد. ما يبقاش العقد كله طرف اول طرف اول طرف اول، وانت كطرف تاني مشتري مالكش اي حقوق ولا لك اي صلاحيات ولا اي حاجات. دي لازم لما تيجي تروح تشتري في اي حاجه يكون معاك محامي، معاك واحد قانوني هيفهمك الاجراءات ماشيه ازاي. لان الاغلبيه كل الناس بتشتري، انا بروح من غير محامي، انا رايح شركه بيجيبوا لي العقد انا بمضي، بفوجئ بعكيب بمشاكل ثانيه. يعني حضرتك بتنصح ان اول حاجه يشوف حقوقه فين، ويحاول انه يركز عليها، يضمن حقوقه. تمام. ويشوف التراخيص وكده، التراخيص والتصريح. تمام. طيب دلوقتي هنتقل مع حضرتك لاصالات الامانه. تمام. طبعا اصالات الامانه طبعا في ناس كتير جدا بتتعامل بيها، حد رايح يشتري حاجه بيمضي على وصل امانه، او حد بيبيع حاجه لحد بيمضي على وصل امانه. فعايزك تقول لي طريقه كتابه اصالات الامانه الصحيحه. يعني طريقه كتابه اصالات الامانه الصحيحه، ما انا لو اتكلمت كده هيحصل طفره كده كبيره. لان كتابه الايصال الامانه الصحيح لازم الطرف اللي عليه المبلغ او اللي عليه الفلوس هو يكتب الايصال الامانه من اوله لاخره ويبصم عليه. عايز اقول لحضرتك ان ده في الغالب ما بيحصلش. يعني لازم يعني عشان برضو اللي هو بيشتري هو اللي يكتب الايصال، اللي عليه فلوس. الدائن. الدائن هيدي المدين. تمام. الدائن انا دلوقتي مديون اهو، انا مدي لحضرتك خلاص فلوس، اقوليك عند حضرتك ليك عندي فلوس. انا بكتب لك ايصال الامان، اكتبه من اوله لاخره. لو انا كتبت اسمي وكتبت اسمي بس ومضيت وبصمت، اي اضافه حضرتك هتضيفها بمبلغ ايا كان، انت لما تيجي ترفع عليا القضيه بناء على اصل الامانه ده هتعمل لي بالتزوير. لان في طب الشرع هيثبت ان في خط تاني اضاف ايه. تمام. بس يبقى انت ليك فلوس، مش امضيتي موجوده. لا، ما هو انت ليك فلوس اضافت. ها اضافت في كلام اضاف، هل كان كامل المبلغ؟ حصل الشك. تمام. حصل خانه الامانه. تمام. في ايصالات على بياض. تمام. دلوقتي مثلا لو انا شاري حاجه من حد بقيمه معينه ومضي له الوصل ده على بياض، ملوش اي قيمه. ملوش اي قيمه. ملوش اي قيمه. وانت لو جيت تشتكيني بيها هبسك بيه. وضح لنا الحته دي ازاي. يعني لأن انا دلوقتي على وصل امان على بياض. انا دلوقتي وديته لحضرتك، هتكتب فيه مبلغ بعد كده. صح. ايوه. كتبت المبلغ بخط مين؟ بخط ولا بخط حضرتك؟ بخط انا. بخط حضرتك انت. صح. لانه على بياض. لما تيجي تعمل بقى كده انا هطلع فيه بتزوير، هيروح الطب الشرعي هيثبت ان الامضه والبصمه مخالفين لخط مين؟ هقول ما امضيته اهي وبصمته اهو، انا حطيت المبلغ ومضيت على المبلغ. بياض. حطيت المبلغ. طب انا مش عرفني ان هو ده المبلغ الصحيح، وتحط المبلغ ليه؟ ما تحطش في ساعتها ليه؟ يبقى اذا حصل فيه خيانه امانه.
انا مديك ايصال امان على العربيات، انت خنت الامان اللي كانت معاك وحضفت المبلغ من عندك. اصلا ده على فكره يعني ناس كتير ده في الغالب، عشان كده انا بكلمك بقول لك لو انا اتكلمت في الموضوع ده هيحصل فيه طفره. يعني دلوقتي لو حد يعني انت بتنصح اي حد بيمضي حد ما يمضهوش على بياض، يحطه على بياض يكتب المبلغ كله، ومش هو اللي يمضي، مش هو اللي يكتب، التاني كله يكتب من اوله لاخره. الشخص اللي هو اللي عليه الفلوس هو اللي يكتب الوصل. الحاله الثانيه بقى افرض بقى واحد معلش امي ما بيعرفش يقرا ويكتب يبصم بس مش هيعرف يكتب الايصال الامانه، في الحاله دي نعمل ايه؟ يكتب يجيب 2 شهود هيمضوا على ايصال الامانه ان فلان الفلان واخد من فلان الفلان مبلغ معين وشاهدين على الكلام ده. ده قصه كبيره، ده غير اللي احنا ماشيين بيه اللي احنا عارفين. اغلبيه اصالات الامانه بتطلع بتاخد بقى كده في الاخر براءه وتتقلب، بينقلب بعد كده. يعني انت ليك عندي فلوس وجاي تشتكيني باصال الامانه احبسك انت. ده نصيحه مهمه جدا من حضرتك طبعا. يعني في الحاله ديت، طب في حالات تانية بيبطل فيها وصل الامانه ولا لا؟ يبطل اصال الامانه اذا يعني انت رفعت القضيه، افرض ان اصال الامانه ترخته. ليه من ساعة التاريخ ليه حق 3 سنين ارفع بيه ايصال الامانه، بعد 3 سنين ماليش حق خلاص، سقط الحق. تمام. يعني دلوقتي لو هو كتب تاريخ معين بعد ال3 سنين الوصل كده شكرا. طيب هرجع مع حضرتك للعقود تاني، امتى بيبطل العقد؟ امتى يبطل العقد؟ اه فاني حاجه في حالات كتير قوي، يعني نقعد نتكلم فيها 3 4 حلقات نتكلم برضه عشان ايه نوضح للناس. يبطل العقد اذا خلى الطرف الاول اللي هو الطرف المصدر العقد او الطرف البائع باي بند من بنود العقد، او خلى الطرف الثاني باي بند من بنود العقد، اذا خلى الطرفين برضه العقد باطل. انا كل الحالات دي كلها بتبطل العقد. تمام. اذا اي خلى الطرف خلاص طلع. الشروط الجزائيه، الشروط الجزائيه في ناس بتكتب شرط جزائي، بيتاخد بها بالقانون فعلا ولا مجرد حاجه روتينيه؟ انت عايز معلومات بتسر على حاجات ما حدش بيطلعها. البند بيتكتب فيه اذا انا كتبت شرط جزائي في العقد بدون اي بنود المحكمه ممكن تاخد بيه او ما تاخدش بيه، عشان انا الزم المحكمه تاخد بالشرط الجزائي لازم الشرط الجزائي يتكتب في قلب بند من بنود ايه العقد. يعني اكتب بند مثلا 13 بند 14 شرط جزائي كذا 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 وغير خاضع لايه للمحكمه. هو في حاجات كتير جدا نفسي اقولها لك ولكن الوقت لا الوقت انتهى. انتهى إيه؟ تمام. واخر سؤال هسأله. أيوة. لك انا حاسب بالدقيقه. انت تتكلمش. اخر سؤال، كان نفسك في ايه يعني وانت صغير؟ كان نفسك تبقى ايه؟ تطلع ايه؟ محامي برضه ولا كان نفسك تطلع ايه؟ طيب انا يعني بما ان احنا في بلد حريه وكل واحد ليه يعبر عن رايه وحب بكل منتهى الحريه، تمام، واحنا في وقت اصلا في كل الحريه. من وانا صغير احنا طبعا تربينا على حسن مبارك. بس سريعا ما انا اقولها، تربينا على حسن مبارك. لما انا كنت بتفرج على التلفزيون كانت الناس كانت اي حد كان نفسه تطلع ايه، كان اي حد يقول لك دكتور مهندس ضابط، انا كان اي حد كان نفسه تطلع ايه، نفسي اطلع مكان حسن مبارك. يا ده انت كان نفسي يعني انا حلم حياتي ابقى رئيس الجمهوريه. ده انت كان حلمك كبير قوي وما زال. ربنا يحقق لك حلم. شرفتني ونورتني، ونبقى نكمل بقى بعدين الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وفي الختام طبعا انا حابب اشكر طبعا فريق قناه الصحه والجمال، لان بصراحه يعني في روح طيبه جدا وفي تعاون شديد، وانا بشكرهم جدا كل واحد باسمه. انا يعني بشكرهم جدا طبعا، مش هذكر كل واحد باسمه عشان الوقت، ولكن شاكر كل واحد باسمه. وبرضه حابب ان انا اهني الاستاذه مها المجداد الكاتبه المتميزه صاحبه الدار المصريه السودانيه الاماراتيه على دار النشر، وطبعت اول دفعه في الدار ان شاء الله ربنا يوفقها. وطبعا برضه احب انوه ان ديواني ان شاء الله اسمه يا سمره هيكون معاها، وان شاء الله يعني هتلاقوا حاجه مختلفه. وطبعا عشان الوقت انا بشكركم على حسن استماعكم، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه من برنامج حلم حياه.